تدل على سلامتك. هو ايه اللي حصل؟ انا فين؟ انت في المستشفى. مستشفى ليه؟ ولا حاجة، اكتشفت خيانتك مع خالك مليجي وكنت عايز اقتلك. ومين اللي جابني هنا؟ للأسف أنا. بجد يا عمر؟ يعني ما هنش عليك تسيبني أموت؟ ما هنش عليا أضيع نفسي أكتر من كده. بقى كده؟ عايزين نعمل إيه يعني؟ ده أنا شايفك بتخونيني قدام عينيا. لا يا عمر، أنت غلطان. فعلاً غلطان عشان عرفت واحدة حقيرة زيك. يا عمر شت! ما تنطقيش اسمي على لسانك النجس ده. أنا كنت أعمى وخلاص فتحت. أنت عملتي فيا إيه؟ خسرتني أهلي وناسي وصحابي وورثي، عزلتني عن العالم كله. أنت ضيعتي مني حتى نفسي. خلاص يبقى تطلقني وتدفع لي مؤخرا، وساعتها بقى كل واحد يروح لحاله. أنت ليك عين بعد كل اللي عملتيه؟ ده حقي بالشرع والقانون. ده بعينك يا لولا، مش هطلقك وهسيبك كده زي البيت الواقف. ولو عرفت إنك على علاقة مع حد تاني وأنت على ذمتي، أقسم بالله بلبسك قضية زنا وأرميكي في الحبس. بقى كده؟ وعد مني يا لولا، مش ههنيكي لحظة واحدة طول ما انتي على ذمتي، لغاية ما تقولي حقي برقبتي وتخلعي نفسك بنفسك وتردي لي بقى شبكتي وفلوسي اللي صرفتهم عليكي. ساهر ده ما يعرفش يعمل حاجة، ده فنجري بقى على الفاضي، وأني هعرفه مقامه كويس وهخليه يمشي على العجين ما يلخبطوش. أنا خايفة قوي يا طاهر على حسام، لا ساهر ينفذ اللي في دماغه وياخده مني تاني. لا لا ما تخافيش ما تخافيش، طول ما انا عايش على وش الدنيا محدش هيعرف يمس منك شعره واحده، لا انت ولا حسام. ده انا طاهر المصطهي اللي الناس كلها تعرف تمامه ايه. بجد يا طاهر؟ الا بجد يا شاهين. ده انت متجوزه راجل مفيش منه اتنين في الزمان ده. ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك ابدا. ويخليكي ليا يا حبيبتي وما يحرمنيش منك يا غاليه. بقولك ايه، سيبيلي الموضوع ده وانا هتصرف. وصلتني اخبار عن الواد دياب انه خلص في بضاعه مع جماعه صينيين، وانه نازل بيها في السوق بتقله عشان يضربني، وانا لا يمكن هسكت على كده. والبضاعه دي مختلفه عن البضاعه بتاعتنا؟ شبهها بس صيني يا عريان. وطبعا الصينيين عرضوا عليها اقل سعر عشان ترسل مصلحه عليهم. على العموم دي طبيعتهم، هم يحبوا كده يدوك اقل سعر عشان ياكلوا السوق كله ببطنهم. مش محتاجه كلام يا عم دولار، ده شيء مفروغ منه. بس وعز جلاله الله لا تفحها له دم، هموته بالبطيء. واي حد من التجار هيفكر يدخل حته سلاح من ورايا هموته بيها هو وعيلته واهله كلهم. من هنا وراح مفيش رحمه، واللي هيرشنا بالميه هنرشه بالدم. اهدى بس يا فوكس، خلينا نفكر وكل عقده وليها حلال. احنا عايزين نفكر وكل حاجه هتبقى قسطه ولعله خير ان شاء الله. مفيش حد يفكر غير العل، انا بس اللي افكر. انتوا مين؟ عايزين ايه؟ مساء الخير يا متر. انت مين؟ اعرفك بنفسي، انا طاهر المصطهي جوز شاهين ده طليقتك. وجاي هنا برجلك؟ وما جيش ليه؟ هو احنا عملنا حاجه غلط؟ انت طلقتها وانا اتجوزتها؟ انا هندمها على عملتها دي، والواد هاخده في حضانتي. ويهون عليك، يهون عليك تحرم ام من ابنه؟ وحد كان قال لها تروح تتجوز واحد تاني غير ابوه؟ ما انا جاي عشان اطمنك، بقول لك ما تقلقش، ابنك في عيني وهيتربى احسن تربيه. انت بتخرب وبتقول ايه؟ الواد ده انا هاخده وبالقانون. ماني عارف انك تقدر تاخده بالقانون، بس يا عيني انت اللي مش عارف ايه اللي ممكن يجرالك بعد ما تاخده بالقانون. ممكن لا قدر الله يجرالك حادثه وتروح فيه، وساعتها احنا هنرجع ناخده تاني وبالقانون برضه. انت بتهددني ولا ايه؟ انا ما بهددكش، ده كلام برضه. انا هددك؟ انا جاي عشان انصحك. من مصلحتك ان ابنك حسام يتربى في حضن امه، بدل ما تحاول انت تاخده ويجرى لك حاجه وتروح فيه والواد يعيش يتيم الاب. الزم حدودك واعرف انت بتكلم مين. انا عارف انا بكلم مين، عارف يا متر، بس الظاهر ان انت اللي مش عارف انت بتكلم مين. هتكون مين يعني؟ انا الفلوس اللي ملهاش اخر، انا العلاقات اللي ملهاش حدود، انا الاجرام
اللي عمرك ما شفته. ده لو فكرت تضايقني او تهوب ناحيه شاهين ده مراتي. برد اطلع برد. ماشي يعني همشي، بس انا عملت اللي علي، حذرتك اياك تهوب ناحيه شاهين ده. سلام يا متر. تعالوا رجاله اتفضلوا اتفضلوا. قلقانين ليه؟ البضاعه اهي قدامكم زي الفل والعمليه ماشيه عالي العال. بطل قر يا منير. ماشي بطل قر هبطل. بقول لكم يا رجاله، ما تدخلوني معاكم كده اساهم معاكم في الصفقه دي، يعني اخش معاكم بنسبه كده اشتغل وياكم بدل ما شغلتي بس اخزن البضاعه بتاعتكم، وكل ما تبيعوا بيطلع لي نسبه ملاليم. وماله ارمي بياضه وقول لنا تقدر تخش معانا بكام. حلو الكلام، انا مستعد كده في الاول كده اجرب معاكم بمياية. مياية كيف يعني؟ 100,000 جنيه. يا دين النبي يا جدعان، كل دي فلوس يا منير؟ بقى معاك المبلغ ده كله يا راجل ومخبي علينا؟ اهلا اهلا يا رجاله. انت ايه اللي جابك هنا ولا؟ ابدا يا ابو نسب، انا جيت اشرب لي ازازه كبيره كده على الماشي وخارج على طول. مين الراجل ده؟ لا عادي واحد بيسكر يعني سيبوكوا منه. يعني في حاجه عن موضوعنا؟ عارف كل حاجه وحياتك. مين الراجل ده يا وريد؟ ما تقلقش منه، ده واحد اسمه شلبي جوز اختي، بس ما تقلقوش ده ستره غطى علينا. طب احنا يعني وجعت قلبي. عفارم عليك يا ابو نسب، صحيح انا ستره غطى عليك. اسكت اسكت. طب خلي بالك على البضاعه يا منير، تحطها في حباب عينيك. سلام سلام. ما تقلقوش يا رجاله كله تمام. ايه اللي انت هببته ده؟ ايه؟ جري يا عم، وانا عملت حاجه؟ قلقت الرجاله مني، خوفتهم مني. بالعكس يا منمنى حبيبي، ده انا حبيت اظهر لهم في الوقت المناسب عشان يعرفوا ان وراك رجاله حافظين سرك. رجاله؟ هي فين الرجاله دي؟ موجودين وحياتك يا سيد الرجاله، واديك انت اهو واحد منهم. ايدك بقى على 2000 جنيه. 2000 جنيه؟ ايه؟ بتوع ايه ال 2000 جنيه دول؟ تمن سكوتي. اه لا حقك يا شلبي، حقك. اتفضل. هي 200 جنيه مفيش غيرها. ازاي الكلام ده؟ الارض دي ارضنا واحنا حاطين ايدينا عليها ابا عن جد. اديك قلتها، حاطين ايديكوا عليها يعني مش ارضكوا. ومن الاخر كده الارض دي عجبتني واني طردتكوا منها وحطيت ايدي بدل ايديكم. حد عنده مانع؟ ايوه بس انت كده بتاخد حاجه مش بتاعتك. يعني هي جت عليا الارض اصلا مش ارضكم وانتوا واخدينها بالقوه وضع يد يعني، واني دلوقتي لقوي والقوي هو اللي بيركب. مش مكفيك الاراضي اللي انت حاطط ايديك عليها؟ اللعبه حلوه بصراحة، اللعبة حلوة وعجبتني والبحر بيحب الزيادة. أيوة بس أنت كده بتزود النار وبتشعللها. ما يشعللش النار إلا اللي يعرف يطفيها. ومن الآخر أعلى ما في خيلكم اركبوه، لأني هعرف أوقعكم من عليه، لأن أنا طاهر المصطهد. يعني الفلوس والنفوذ وقلة الأصل مطحونين في بعض. ومن الاخر كده اللي هيجي ناحيه الارض دي انا هموته وقتي. ده اخر كلام عندك؟ ايوه اخر كلام عندي. ولو شفت خلاقكوا دي تاني انا هفرمكوا تحت رجلي. طب احنا وانت والزمن طويل يا طاهر. بره بره. مظبوطين قشطه. قام بيجي. مالك يا عم؟ ما تفرفش كده وتروق. تقلقش، انا اتصلت بالمستشفى اطمنت عليها والحمد لله خلاص بقت زي الفل وعدت مرحله الخطر. بجد يا موني ربنا يطمن قلبك يا حبيبي، بس انت ما تعرفش لولا دي غاليه عندي قد ايه. دي حبيبتي ومصلحتي ولقمه عيشي. انت عارف ان لولا دي لو جرى لها حاجه
انا ممكن اموت من الجوع. بعد الشر عليك يا راجل من الجوع، ما تقولش الكلام ده عيب بقى. طب تصدق بمين ان انا من يوم لولا دي ما رقدت وانا ما فيش جنيه دخل جيبي؟ انت كده هتخليني اعيط بجد يعني. طب بقول لك ايه، ايه رايك بقى لو اديت لك 5000 جنيه حته واحده؟ انت بتتكلم بجد ولا بتهزر؟ انت عارف انا بتاع هزار، انا بتاع جد على طول، بس عايز اطلب منك طلب صغير قد كده. يا عم صغير ولا كبير امرني. انت عارف الواد شلبي؟ الواد شلبي زوجتي بتاع المجاري ده. اه عاوزك تسلكه. سليمه يا رب، استرها استرها يا مينة. رب. مينا ايه اللي حصل؟ الحان يا منير. ايه شلبي دسته عربيه وهو راجع على البيت، ما اعرفش ايه اللي جراه له، حالته خطيره قوي جوه. لا حول ولا قوه الا بالله. عرفتوا مين اللي ضربه بالعربيه؟ ما عرفناش اي حاجه، كل اللي قاله لي ان عربيه دسته، حتى ما خدوش رقم العربيه. الحمد لله. ايه الحمد لله ان انتوا لحقتوه وجبتوه يتعالج في المستشفى. الحمد لله. انا مش عارفه اعمل ايه يا منير. ما تخافيش يا حبيبتي، اطمني، انا جنبك انا جنبك. استرها يا رب، استرها. الله يرحمه. استرها يا رب. الله يرحمه. استرها يا رب. كلنا لا. خلي دياب يلف حوالين نفسه، بقاله 6 شهور مش عارف يبيع حتة سلاح واحدة، قاعد بيعيط جنب بضاعته اللي هتصدي في المخازن. وايه اللي يخليها تصدي يا باشي؟ ان شاء الله ربنا هيكرمه ويبيعها خردة لبتوع الروبابيكيا. هو اللي جابه لنفسه يا باشي، يستاهل. في حد يستجري يقف قصاد القطر؟ ده القطر كمان هيفرمه، وزي ما قلت لك يا طاهر هموته بالبطيء واحدة واحدة. انت ايه اللي جرالك يا باشي؟ ده انت زمان قلبك ده كان بفتة بيضة وكان كلك حنية. كان الحنية خلاص بح، ما عادش فيه حنية، والبفتة البيضة سويتوها بوسخيتكوا يا طاهر. بجد؟ انت حامل من طاهر؟ للأسف يا ماما بتكلم جد، واتصدمت لما اكتشفت ده، مع اني باخد الحبوب في ميعادها. ده نصيب يا بنتي، يمكن ربنا رايد انه يربطك بيه اكتر. بس انا يا ماما مش عايزاه يبقى جوزي طول عمري، ده طلع متجوز وعنده بنات. يا نهار اسود، متجوز وعنده بنات؟ شفتي؟ شفتي خروجك عن طعن عمل ايه؟ وصلك لايه؟ انا اخترته يا ماما يبقى جوزي لفتره مؤقته، بس من الواضح انه هيفضل لازق فيا طول العمر. نعم يا اختي، فتره مؤقته. انا اعرف ان الجواز مدى الحياه،
مش فترة مؤقتة ولا كل يوم والتاني عاوزة تتجوزي لي واحد وتخلفي لي منه عيل وترصصيهم لي؟ لا فوقي لنفسك يا شهنتة وبلاش تفتري على نفسك وعلينا. وبقولك ايه، انا بنصحك يا حبيبتي انك تحطي على جوزك ده ليمونة وتعيشي معاه وتكملي معاه حياتك كده. يا ماما ده بدل ما تصبريني بكلمتين بتزودي همي. انا بنصحك يا حبيبتي بدل ما تلاقي نفسك في يوم من الايام انت واولادك قاعدين بين اربع حيطان ولوحديكم. متشكره قوي يا ماما على النصيحه، كتر الف خيرك. عن اذنك، مع السلامه. اسفه يا طنط لو كنت سمعت كلامكم، بس انا عندي سؤال. ايوه ريهام. هي شاهين ده زعلانه ليه انها حامل؟ مشكله شاهين ده انها مش عارفه هي عايزه ايه. يمكن الطفل ده لما يجي يعني هو اللي يخليها تهدى كده ترتبط بجوزها اكتر. بس انا بصراحه طنط شفت صورته مش لاقيين على بعض خالص. هي اللي اختارته، هي اللي اتجوزته من ورانا، تتحمل نتيجه اختيارها. سلامتك يا شلبي، الف سلامه. الله يسلمك. شفت يا منيره؟ كنت حموت. بعد الشر عليك يا اخوي. الحمد لله، بس مش عارف رجلي من ساعه ما فقت مش قادر احركها خالص. معلش بس يمكن من اثر الحادثه ولا حاجه شويه. مساء الخير. مساء الخير يا دكتور، يا ريت تطمني على حاله شلبي يا دكتور. نحمد ربنا انه فاق. الحمد لله يا دكتور، بس مش عارف رجلي ليه مش قادر احركها. للاسف الحادثه اصابت العمود الفقري. يعني ايه؟ انا اتشليت؟ يا لهوي، احمد ربنا ان انت لسه عايش. لا لا، كل ده من منير اخوك الكلب الله يحرقه. هو ايه دخل منير في اللي احنا فيه؟ بس هو اللي سلط عليا مليجي صاحبه عشان يخبطني بعربيته. منير لا يمكن يعمل كده، وهيعمل معاك كده ليه؟ لا عقل، انا لمحت مليجي انا لمحت مليجي قبل ما يخبطني بثانيه واحده. ومنير هيعمل معاك كده ليه؟ عشان كشفت سره، عشان عرفت انه بيتاجر في السلاح. السلاح؟ ايوه السلاح. كان فاكر ان سره هيندفن معايا في القبر، لكن الحمد لله ربنا قدرلي ان انا اعيش عشان اكشف ستره عشان افضحه. ورحمه امي يا منير الكلب، لا دفعك الثمن غالي، لازم ادخلك السجن. انا مش مصدق. معقوله انت حامل مني واني هبقى اب؟ جرى ايه يا طه؟ ما انت اب وعندك عيال من زمان. عيال ايه؟ عيال ايه؟ دول بنات، دول بنات الهي ربنا يحرقهم بجاز، هما واللي جابتهم في ساعه واحده. بعد الشر عليهم، ايه اللي انت بتقوله ده؟ وبعدين يعني انت خلاص ضامن ان انا هجيب لك ولد؟ ايوه ان شاء الله هتجيبي لي ولد. دلوقتي كبير حسام وطاهر بيبيعوا بضاعتهم الاوروبي ارخص بكتير من بضاعتنا الصيني. الكلام ده حصل فعلا، والظاهر كده ان هم ناويين نضربوكم في السوق. وغير كده محذرين على كل التجار ان اللي هيشتري حته سلاح من براهم هيتقتل. شور علينا، نعملوا ايه يا كبير؟ انا هقول لكم تعملوا ايه. في لحظات هنا. ماشي يا عسل. عايز اقول لك انه مشتاق جدا اللي يشوفك. والله ده انا اللي مشتاق اشوف. تشرب يا حامد بيه؟ قهوه مظبوط يا حبيبي. مظبوط ازاي وانت اساسا راجل معوج؟ حسام باشا. حسام باشا يالا، ايه رايك في المفاجاه؟ انت خرجت امتى من السجن؟ انت كنت زرتني برضه يا حامد ولا عملت بحق العشره؟ اخونك اخونك المأموريات اللي كنا بنطلعها سوا. ما انا 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 انت ايه؟ أنا انت واطي وسخ قذر خاين مالكش امان، ممكن اقعد اعد من هنا لبكره. ما هو انت شهدت عليا زور ودمرت حياتي وضيعت مستقبلي ودخلتني السجن ظلم. انا قلت باللي بيميلي عليا ضميري. ضميرك الميت، ضميرك القذر اللي خلاك تتفق مع دياب البطاش علشان تخلصوا مني وقبضت الثمن. عديت يا حامد، بس مش باين عليك لسه ذوقك بلدي برضه. دا
دياب؟ هو بنفسه اللي قال لي واعترف لي على كل حاجه يا وسخ. هو انت شفته؟ شفته؟ ده حبيبي، ده احنا بقينا شركة والبركه فيك، انت السبب في الشراكه دي. لا 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 لا، ده في حاجات بتحصل وانا معرفهاش. طب ينفع ما تيجي نخلي اللي فات مات ونبدا صفحه جديده؟ حس لا حس، دي لو قلتها هقص لك لسانك، هقص لك لسانك. خلاص انا عملت اسود واللي فات ما ماتش واللي كسر ما يصلحش والمليان مش هيصب على الفاضي، عشان نفتح صفحه جديده لازم نقفل القديم الاول. يعني ايه؟ يعني تروح النيابه وتعترف انك شهدت في حقي شهاده زور وترد لي كرامتي. مستحيل مستحيل اعمل كده، مستحيل. انت عايز توديني في 60 داهيه؟ ما هو انت كده كده رايح في داهيه، هتعمل كده ولا طلع الصور اللي عندي؟ صور؟ صور ايه؟ لا 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 لا، انا في السليم وشغلي زي الفل. يا سلام عليك يا عم السليم، يا عم السليم، يا سليم السنين. انا نسيت اعرفك بنفسي، انا البيج بوس، انا الراجل الكبير، انا اللي مشغل اللي كانوا بيعزموا عليك بالقهوه. ها يا عم السليم، هتروح ولا وقف كده اعدل نفسك ركز معايا؟ انا اسف طبعا، احنا صورناك من غير ما تاخد بالك وانا عارف ان الحاجات دي بتضايق النجوم. يا نجم ان جات لي الحق، صور الموزه لفت معانا صدفه باستثناء الموزه بتاعت الاوتيل كانت حلوه يا حامد. ها اصل احنا اللي بعتنا على زولا، انما صور بقى اللي انت بتاخد فيها الرشوه من رجالتي دي مقصوده. هتروح النيابه تعترف ولا ابعت لهم الصور واخلي رجالتي تشهد عليه؟ وساعتها هتخش السجن وهتترفد من شغلك ومراتك هتعرف انك وسخ كنت بتعرف عليها بنات. ايه رايك؟ ابوس ايدك احسن بيه، انا عندي ولاد صغيرين وعايز اربيهم. طب ما انت خربت بيتي يا حامد. الله، طب ما انت خربت بيتي ولا هو بيتك احسن من بيتي؟ ابوس ايدك احسن بيه، انا مستعد اعمل لك اي حاجه بس بلاش موضوع النيابه ده، انا عندي عيال وعايز اربيهم. انا هديك مهله، هديك مهله تودع عقلك وتحضر نفسك وتروح النيابه وتعترف. ولعلمك لو ما عملتش كده هسلم الصور وهسجنك ومستعد اقتلك وهتم عيالك ومراتك تاخد لقب ارمره. ها احمد، ام ايدك ايه؟ يا فاجر يا وسخ. مفهوم مفهوم احسن. مرة يلا حاضر، مرة يلا. زمان حامد دلوقتي بيكلم نفسه ومش بعيد لو راح بلغ على روحه، ده جبان وانا عارفه. انا كل ما افتكر منظره وهو عامل زي الكلب اللولون اللي لسه خارج من دوسه وبيتفرج على الصور اموت على روحي من الضحك. لا بس الجنرال حطه على ايه؟ على الجريل وسواه على الجنبين واداله المنقع خيار. وحياه عينيك مش خيار، دي قته. ده حامد ده طلع اوسخ من ميه المجاري. يا راجل حرام عليك، ده المجاري كده انت بتظلمها. التليفون ده حماتي يا رجاله. الو، ازيك يا حماتي؟ الحقني يا حسام الحقني. ايه خير في ايه؟ رجعت البيت مهما لك من عيد ميلاد صاحبتها، لقيت باب الشقه مفتوح وايمان مش موجوده. طب اهدي بس، ما جايز راحت تجيب حاجه ونسيت باب الشقه مفتوح. الموبايل بتاعها مرمي على الارض. الموبايل مرمي على الارض؟ طب في حاجه مسروقه؟ لا مفيش حاجه مسروقه. طب اهدي اهدي وانا هتصرف ادور عليها واشوفها فين، ما تقلقيش اهدي. حسام باشا الحقني يا حسام باشا. ايه في ايه؟ هاني مراتي كلمتني في التليفون وقالت لي ان في ناس هجموا على البيت وخطفوا شاهينده. خطفوا شاهينده؟ ايمان تختفي وشاهينده تتخطف، ده اللي المقصود بقى. قصدك ايه؟ قصدي الكلب بتاعك دياب. ايمان انت اللي جابك هنا؟ احنا فين؟ ايمان افوقي، انت اللي جابك هنا؟ احنا فين؟ مكاننا. حد يفتح الباب. ايه؟
في مخازن الكاميرا. انت مين واحنا ايه اللي جابنا هنا؟ اطلعي على بره. انت مين؟ انجري على بره. مين؟ يلا يا مره يلا على بره. روح على بره انت جوز. يلا تمام يا ست دياب. ايه ده؟ انت مين واحنا بنعمل هنا ايه؟ شويش ما تعصبيش ست دياب. اهلا وسهلا. دي شاهنده اخت حسام. اهلا. ودي ايمان مرته. اهلا وسهلا. اهلا. واهذا اوعاك تكون قصرتي معاهم ولا حاجه. الميزه كثير. أنا عظما لو قربت لي والله العظيم لأنا فضحاك ومصرخا. هتصرخي خلي حالك يا عندكش اخوات بنات؟ اخوات بنات؟ ها؟ عندي وانتو يتمتوهم، عندي وانتو زلتوهم، عندي اخوات في الصعيد من غير لا ظهر ولا سند. انا حكت لكم مش ابني، اقتلني مش ابني، ابوس رجلك، ابوس رجلك. ابنك وولدي، الولد اللي راح لو قتلته مش هرجع لك اللي راح منه. رجلك رحمه. وما سبتوش ولادي يعيش لي، ما سبتوش منصور صغير يعيش ليه؟ انتوا طماعين طماعين واخدتوا كل حاجه. سأملك. ما تجيبش سيرة اخويا على لسانك، اخويا اشرف منك ومن مليون زيك. اخوك الشريف ده تاجر سلاح زيي. لا وسرقني كمان. لا سرقني اخوك يا حسام سرقني. لا انت كذاب وظالم. لا انا كذاب ولا ظالم. لا لا وزي ما رملتك
وقتلت جوزك الاولاني حقت للتاني، فاهمه ولا لا؟ معتز يا ستي، ها؟ انا اللي قتلته. قتلته وحقت للتاني، وانا حكم اخوك محمد كمان. انت مش طبيعي، انت لا يمكن تكون انسان طبيعي. انت بتقول ايه؟ وعدان وعدان، يلا يا مان على قوم اخلصي اخلصي. اسكتي يا مان، انت بتولدي صح؟ صح يا مان؟ طرطق ودانك واسمع اللي هقولك عليه كويس قوي وتنفذه بالحرف الواحد، مفهوم؟ مفهوم. انت هتروح لحكمه الفيلا، هتتخابس وتتلائم وتتمحلس وتلف وتدور تعيط وتتمسكن وترمي لها الجهاز ده في الفيلا. الجهاز ده جهاز تسلط بيشتغل بسيم كارد، كارت تليفون يعني، تتصل بيه تسمع اي حاجه بتحصل، فهمت؟ اوامرك يا باشا. تعالى، رايح فين؟ استنى لعله دولار. انتوا هتنزلوا معايا تقفوا على باب الفيلا، اللي داخل يتقطر واللي خارج يتقطر، ووهدان، وهدان خيط مهم جدا، عينكوا عليه، اتفقنا؟ اتفقنا يا جنرال. لعله خير ان شاء الله. عريان، بوب، انتوا هتبقوا معايا هنا، العربيات تبقى جاهزه تحسبا لاي طوارئ، اي حاجه هنتحرك على طول، كل عارف هيعمل ايه؟ اعتبره حصل. يلا. يلا بينا. أبوس إيدك يا ست حكمة، أبوس إيدك، يعني أنا وقفت جنبك وعرفتك الحقيقة، يبقى دي إجازاتي؟ حصل ميت الكلام ده؟ النهارده الصبح، النهارده الصبح، وشاهين ده مراتي، دي مش وش بهبلك، قولي لسيديان يسيبها، هي مالهاش ذنب، إن شاء الله يخطفني. إهدى بس يا طاهر، إهدى مش كده؟ إهدى إزاي؟ إهدى إزاي وأنا بقول لك إن مراتي مخطوفة؟ أنا مش مصدق. سيدياها بيعمل معايا انا كده؟ ده انا خدمتكم بعيني. استهدى بالله يا طاهر، هلاقوا لها حل ان شاء الله. طب انا يعني عايز بقي ميه لحسن انا ريقي ناشف من كتر الحزن. حاضر. هتضل لك الخير، هتضل لك الخير يا اميره يا بنت الامراء، هتضل لك الخير. المية يا ست حكمة، اداني حمود من العطش. اتفضل اتفضل. تسلم ايدك، تسلم ايدك، ابوس ايدك تساعديني. حاضر يا طاهر، ربنا يقدم ما فيه الخير. يحضر لك الخير يا اميرة يا بنت الاصلة. انا همشي دلوقتي وهبقى اكلمك في التلفون عشان تقولي لي ايه الاخبار. بالاذن يا ست الناس، بالاذن. اتفضل. حصلت يا دياب خطف النسوان؟ دياب، ايه اللي حببته ده؟ مالك شيطك ده ليه يا حكمة؟ شيطك ده؟ هي حصلت خطف النسوان كمان؟ في نخوتك يا كبير البطاطسي. اها، وانت عرفتي كيف؟ طاهر جه يترجاني اتدخل في الموضوع. اسمعي، ما تتدخليش في الموضوع ده، واصل ده طاري وانا اللي هاخده. تاخد طارق من الحريم اياك؟ حريم رجالي، كبير صغير اي حد، ما هعتكش حد. واصل. اعجل يا دياب وقول لي انت فين دلوقتي. دياب، دياب، الو، ايه يا عم عمر؟ لا ما تقلقش طبعا، لا احنا مستنظرين قدام الفيلا، اي حد هيخرج هنقطره وهكلمك على طول. ماشي يا عم عمر، صباح. كله تمام يا ابو نسب، بس برضك ما عرفتش اوصل لاي حاجه. عارف،
سمعتك وانت عندها وسمعتكم وانتوا بتتكلموا، وبعد ما انت مشيت هي كلمت دياب. وعرفت هو فين؟ هعرف ازاي ومخ تخين؟ بقول لك هي كلمت دياب، يعني كنت سامعها هي بس، ولا جابت سيره عنوان ولا مكان ولا زمان ولا اي حاجه، هعرف منين؟ ولعل الدولار هناك ما كلمونيش لغايه دلوقتي، ما قالوليش اي فواتير. ربنا يجيب العواقب سليمه. ايوه يا ست حكمت، سيدي دياب عاوزك تيجي على المزرعه اللي احنا فيها دلوقتي. ادي ادي كيف؟ انا ما اعرفش طريقكم. اطلعي من باب الفيلا هتلاقي سواق واقف بالعربيه. وانا اجي ليه واعمل ايه؟ في ايه يا ودان بتفهمني؟ فيه مره عندينا بتولد ومش عارفين نعملوا لها ايه. بتولد؟ طب انا ازاي حالي؟ ايه؟ استنى طارق. هارون اسمع، حكمة هتخرج من باب الفيلا دلوقتي، تقطروها، خليكوا وراها وانا هكلمكوا اعرف انتوا على انهي طريق واحصلكوا. يلا على طول على طول. يلا طارق. استعدوا بالكمين، في حركة مش مظبوطة. طبعا حسوا حاسب يلا. طيب عرفت السكه، اوعى حاجة ما تفلت منكم، انا جاي على طول. يلا
الو انت فين يا عمو؟ حكمك لسه داخل الفيلا حالا واحنا واقفين بره ونعله خير ان شاء الله. طب انا جاي على طول. فين المرأة اللي بتوقف؟ جوا هات مية سخنة جواهم جواهم. أبو سيدك الحيني هتموت مني. لا لا اهدي اهدي. شوف الروح أصعلك أطار هنا. ده ايه الصحبة الحلوة؟ حسام بيه وطاهر باشا انزلولي. محمد محمد انا مستعجل مفيش وقت للكلام. مستعجل عليه؟ اهدى بس اهدى لسه هتفتش العربية. يا محمد تفتش ايه بقول لك مستعجل؟ ازاي بس يا حسام هسيبك تمشي كده من غير ما تفتش العربية؟ ده احتمال كمان بعد ما نفتش العربية ناخدك معانا على الإدارة. الإدارة وحشاك قوي يا يا ابني انت ما بتفهمش بقول لك مستعجل. يا ابني أختك شاهين وإيمان في خطر. فتشوا العربية. افتح الشنطة. بسم الله الرحمن الرحيم. اجري كده هتبني بالسلامة ان شاء الله. يلا بسم الله. ايه سبادي ما حبيبتي ايه سبادي الف مبروك الف مبروك. دياب. ايوه دياب. دياب اللي انت فهمتني انك قتلته وطلعت كذاب يا محمد بيه. لا دي لعبه شكلكم كده كلكم عاملينها عليا. هتقول لعبه لعبه ايه؟ لما نعرف نفهم نفهم. افهم ايه؟ مش انت اللي قلت لي على طاهر وطاهر ده اللي قال لي على دياب؟ وصلت بيك الوساخه يا حسام انك تورط اخوك عشان تهرب مجرم؟ مش وقته مش وقته الكلام ده. بيقول لك ايمان وشاهين ده في خطر. دياب خاطفهم. انت تخلص انت كل المصايب دي بسببك. انا هحبسك يا طاهر. ده لو عرفت تمسك عليا حاجه. كل الكلام ده مش وقته يا محمد بيه. شاهين ده في خطر يا اخي. دي مهما كانت اختك. الو دياب انتوا في بينكم كلمات؟ اختك ومرتك حدان ولدك كمان. ابني ابني ازاي؟ مالك اتخلعت جديه ليه؟ مش مراتك كانت حبلي وهي ولدت على يدي والحمد لله. اسمع 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 صوت ولدك. اسمع اسمع. ايوه ايوه سمع حسك لابوك يا زي الجوار. انا هخليك تسمع صوت اختك. اصلي مراتك تعبانه تعبانه. استنى شوي. استنى 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 استنى. افتحوا الباب خلوا عندك رحمه. حرام عليك حرام. فين الواد ابو انت دلوقتي فين يا حسين؟ اهدى شاهد ده اهدى خالص. طمنيني ايمان بخير. الحقني يا الو اختك يا فندم. شاهد شاهد اختك في الحاله العصبيه ده. يا حسين قطعت قلبي. اسمع يا ود الهلال زي ما قتلت ابويا واخويا وقتلت جابر وهو بيرفرف فاكر ولا لا؟ حقتل ولدك حقتل ولدك. اسمع يا ولد الهلالي اسمع 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 ابني. لا يا دياب ابني لا واعمل لك اللي انت عايزه.